الذهاب جلسته الثاني من الدور العادي لشهر يناير 2016. تضمن جدول الأعمال هذه الدورة برمجة العديد من المشاريع في إطار الفائض الحقيقي والتقديري ل 2016، أهم شارع محمد الخامس وحديقة المتواجدة بشارع الولاء، بالإضافة إلى تبليط بعد أحياء المدينة، وبعد دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمسائل الاجتماعية. خلال المناقشات في هذه الجلستين للدورة العادية لشهر يناير، تدخل السادة الأعضاء بجميع الاقتراحات لديهم، وتم التصويت على البرمجة للفائض التقديري بالإجماع والفائض الحقيقي 2015، وأيضا بالإجماع على أساس على أن هذه البرمجة هي ضمت جميع الجوانب الممكنة وحسب الإمكانيات المتوفرة والمبلغ المتوفر لدى المجلس.